تصنع ماكينة شوكولاتة قطع صغيرة من بسكويت الشوكولاتة على شكل أقراص مدورة. يبلغ قطر كل قطعة 16 مليمتر. فما هي مساحة كل قطعة؟ كل قطعة بسكويت الشوكولاتة على ما أعتقد. إذن هذه قطعة بسكويت الشوكولاتة قطرها 16، إذن هذا هو المركز، القطر هو 16 مليمتر، والمطلوب أن نجد المساحة. إذن هذا يساوي القطر. إذن المساحة، إذن الصيغة التي واحدة من الصيغ المشهورة في الهندسة لمساحة الدائرة هي A تساوي باي R تربيع، حيث أن باي تساوي 3.14159 وهي نسبة المحيط إلى قطر الدائرة، R هو نصف قطر الدائرة، وأعطي لنا أن قطر الدائرة ونصف القطر يكون نصف القيمة، لأن نصف القطر يمثل نصف القطر. نصف قطر هذه الدائرة لكل قطعة من بسكويت الشوكولاتة سيكون 8 مليمتر، إذا نصف القطر أي هذا الجزء سيكون 8 مليمتر. إذا مساحة الدائرة ستكون باي ضرب 8 تربيع 8 مليمتر مربع، وسأبقي الوحدات حتى نحصل على الوحدة الصحيحة للمساحة في النهاية. إذا المساحة للدائرة تساوي باي ضرب 64 مليمتر مربع، أو أعتقد أنه يمكنك أن تسميه مليمتر مربع، أو أن تكتب المساحة تساوي 64 باي مليمتر مربع. ومن المهم الآن أن تدركوا أن باي ليست متغير بل يمثل عدد معروف في الرياضيات. باي تساوي 3.14159، لا ينتهي ولا يتكرر. يمكننا أن نأخذ 3.14159 ونضعه مكان باي هنا، وأحيانا البعض يقرب العدد إلى 3.14، لكنني سأستخدم الآلة الحاسبة حتى أحصل على القيمة بالضبط. فيمكن أن نقول 64، وإذا أردت شيئا مبسطا فيمكنك أن تقول 64 ضرب 3.14، وهذا سيعطيكم 200.96 مليمتر مربع. لكن إذا أردتم إجابة أكثر دقة فيمكنكم أن تضربوا 64 ضرب باي، وأنا متأكد من أن هذه الآلة الحاسبة فيها قيمة باي قد خزنت بشكل دقيق. وكإجابة دقيقة يجب أن أقول إذا 64 ضرب باي يساوي بالضبط 201.06، وسأتماشى مع هذه لأنها الإجابة الدقيقة، وبشكل أكثر دقة يساوي 201.06. إذن المساحة هي 201.06 مليمتر مربع.